لقب النادي يا الاهلي هنا وفرقه قبل ما تنقلي لنا كل الاخبار اللي انت معودانا عليها بالفريق الاول لكره خليني بس اقول لك حاجه، انا اسف ان انا قطعت استرسالك، بس المعلومه دي مهمه لان زميلنا العزيز ابراهيم طمان لسه قايل لي من شويه ان انت كان عيد ميلادك من يومين، فعقبال مليون سنه يا رب، كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا كريم، طبعا بشكرك جدا. كل سنه وانت طيبه وربنا يسعد لك ايامك، واسف مره تانية للمقاطعه بس الحدث جلل برضو كان لازم نهنيك. اتفضلي احنا سامعينك يا هنا. بشكرك جدا طبعا يا كريم مره تانية.